ضيفنا تو دو سويت الأستاذ رضا بالحاج. على إين أستاذ، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. بارك الله فيكم. شكرا. هو نحب نصحح، ما سماش بطاقة إيداع. وليد الجلاد مازال في فترة الاحتفاظ، هو البارح وقع إيقافه الساعة 11، وقع تفتيش منزله في إلى حدود الساعة تقريب نصف الليل أو أكثر حتى الماضي ساعة، ثم انطلقت الأبحاث معه إلى حدود 10 صباحا اليوم بحضوري وحضور الأستاذ مبروك رشيد، وقع الأبحاث حول ساعة انتمائه السياسي ومواقفه السياسية، ثم تهمة متاع انتماء لمجموعة لقصد منها معناها تغيير هيئة الدولة، هذه التهمة الأولى. شو معناتها؟ معناتها أنت شنو تنشط؟ شنو هي المجموعة السياسية اللي أنت تنتمي لها؟ هذا هو. باهي تنسميوا الأسماء بمسمياتها، لمن ينتمي وليد جلاد؟ اسمع، ما ندخلش في تفاصيل، أنا كمحامي الجانب الحقوقي، ما هو مواقفه معروفة في الإعلام، هو منذ 25 جويلية وخصوصا بعد 22 سبتمبر موقفه النقدي واضح من التوجهات بتاع رئيس قيس سعيد ومن الحكم الانفرادي، هذا يعبر عليه في الأبحاث وكل وكذلك ثم نقاط أخرى تتعلق بمكتسبات، وعنده منزل معناها مصادر تمويل منزل وشراء منزل وأمور عادية، وما مسألة التسيير الرياضي في بوصفه رئيس جمعية سليمان الرياضية، هذه أمور معناها وقعت بطريقة متسرعة، والبارح فتح البحث والتتبع الكل في يوم واحد مما يؤكد الصبغة السياسية للقضية. أستاذ رضا بالحاج، هات تفسروا، لأنه اليوم ما قيل في وسائل الإعلام أنه سيد وليد جلاد تم إيقافه على خلفية قضية منشورة أمام القضاء عندها مدة ووجهت له تهمة الارتشاء، هل هذا صحيح غير صحيح؟ لا. كل القضية انطلاقها يوم البارحة ما فيها حتى شكاية، ما ثم حتى شيء، هي تقرير من الفرقة الأبحاث الاقتصادية انطلقت البارح، والبارح انطلق التتبع وتم الإيقاف، وثم تم قرار الاحتفاظ اليوم الصباح من طرف النيابة العمومية. معناتها لا صحة لما قيل حول بطاقة الإيداع بالسجن، ولا صحة لما قيل حول تهمة الارتشاء، وأن القضية منشورة عندها مدة عند القضاء. أستاذ رضا بالحاج، إيقاف وليد جلاد ينتمي ولا يتنزل في إطار الإيقافات الأخيرة اللي صارت؟ معناتها وجهت له نفس التهمة للبقية، معناتها التآمر على أمن الدولة والصبغة الإرهابية للجرائم المنسوبة للموقوفين الآخرين، معناتها في نفس الخانة، في نفس الخانة، هي نفس الموجة اللي معناها توجيه الرأي العام في اتجاه مغاير لوضع اللي تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية، داخل في الحملة اللي تحدث عليها رئيس الدولة واللي وجه في التهم جزافا وبدون مراعاة لمبدأ قرينة البراءة. هو البارح يصدر في أحكام مسبقة على ناس مازال شيء ما ثابت، وبالعكس ملفات ما فيهاش ما يؤكد المسائل اللي يتحدث عليها من ترفيع في الأسعار وغيرها واحتكارات، والكل هذه مش موجودة، هذه داخلة في حملة لتصفية خصوم سياسيين. نلاحظوا أنه الكل اللي محل تتبعات وإيقافات، الملفات فارغة، وكذلك الكل مواقفهم معروفة من المسار اللي ماشي فيه واللي متوجه فيه قيس سعيد. أستاذ رضا بالحاج، الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية امبارح في وزارة الداخلية كان كلام خطير جدا، قال اللي تم إيقافهم الكل والاعتقالهم مؤخرا كلهم إرهابيين وهم مجرمين وكانوا يخططوا لعملية اغتيال. هذا كله كلام لا أساس له من الصحة. أنا تقريبا حضرت مع جميع أغلب السياسيين المحالين مسألة الاغتيال، لم تطرح جملة في أي ملف
مسألة الاحتكار والترفيع في الأسعار لم يطرحها أي من المتهمين، هي مجرد أفكار سياسية ومقابلات بين سياسيين، وثم لقاءات بين شخصيات وطنية ومسؤولين دبلوماسيين في إطار الحديث على معناها مسائل، ثم علاقات خاصة بين بعض السياسيين و بعض الدبلوماسيين نتاع بلدان شقيقة ودائمة لتونس. وبالتالي الحديث على مثل هالأمور رئيس الدولة عودنا بهالتهم، ومعناه خرق لأبسط قواعد التحفظ. كيف تجي مسألة مازالت محل بحث، مازالت كنطلقة الأبحاث، وشيء ما ثم يفيد ما يفيد الإدانة، وتجي تتكلم على إرهابيين وعلى مجرمين، هذا خطير وما عشدته تقريبا. أستاذ رضا بالحاج، إذا كان الكلهم ملفات فارغة، وإذا كان الكلهم اليوم معناتها أبرياء، وإذا كان الكلهم اليوم معناتها ما عندهمش حتى تهمة من التهم اللي تحدث عليها رئيس الجمهورية، لماذا يتم إيقافهم؟ لماذا هل معناتها اليوم حملة الاعتقالات الواسعة اللي قاعدة تصير ضدهم؟ هي اعتقالات عشوائية، هي احنا تعودنا حتى في فترة بن علي ما ثماش المداهمات في المنازل على شخصيات وطنية، على وزراء سابقين، على محامين معروفين. هذه الإيقافات بيدها كلها خارجة على القانون وعلى المعايير وعلى الضمانات. هذه تصفيات سياسية، إزاحات لشخصيات، ترهيب للطبقة السياسية لا أكثر ولا أقل، لكنها في الواقع باش تزيد تأزم البلاد. رينا مواقف المنظمات الدولية، رينا مواقف الشخصيات الأجنبية اللي تقلق، معناها يقلقها الوضع اللي سايرة في تونس. إيقافات غير عادية، هذوما قضايا، حتى كان ثم قضايا، ثم قضاء، ثم تحقيق، ثم استدعاءات، ما ثمش شكون يهدد اليوم في أمن البلاد، ما ثمش شكون اللي ممكن يفر من البلاد، ثم تدابير وقائية أو تحفظية نجم ياخذوها. هذا متهمات المنازل، معناها في منتصف الليل وفي مضي ساعة، ومعناها تطويق المنازل وترهيب العائلات، هذا ما رماه وما هوش معقول يقع في البلاد في مثل هذه الظروف. شكرا لفضلك، يعطيك الصحة أستاذ رضا بالحاج، يعطيك الصحة، شكرا لك على جملة التوضيحات اللي قدمتها. إلى الوصل معكم نقانا، هذه آخر تطورات ملف وليد جرليد و